يا صباح السعادة، اليوم هيك شبحنا هيك على هالصبح، قلت عندي بقدونس فبدي اعمل مشروب البقدونس. طبعا انتو عندكم بتسخنوا المي، تجيبي مي بتسخنيها وبتغسل البقدونس زي ما انتو شايفين قدامكم. بغسل البقدونس منيح وبحطها بسلق البقدونس، مش بسلق، بعد ما تستوي المي، طيب تسخن المي، بحط البقدونس، يعني بطلع، مش بغلي البقدونس في المي، لا، بعد ما تغلي شوي مي وتلاقيها سخنت شيليها من المي، المي من الغاز، حط البقدونسات هيك انقعيها، انقعي فيه البقدونس وخليه فترة، يعني يوم طيب او ساعة ساعتين ثلاثة، بعدين قيميه وحطيه بالثلاجة. من فوائد البقدونس كتير بيشيل الالتهابات، فيعني لو تعملوها نصيحة مشروب لكم دائم، كل ما يكون عندك بقدونس اعملي لك هيك حزمة، خدي شوي واعملي لك مشروب البقدونس، يعني وحطيه بالثلاجة. على فكرة يعني طعمه عادي، يعني مش مزعج كتير، يعني عادي يعني. فهون انا بقش غسلتهم كل البقدونسات مظبوط، هاي هو. بعدين بجيب المي، بعد ما سخنت المي بجيبها وبخلي البقدونس هيك، يعني ايش جواتها، خلص خليها هيك شي ساعة ساعتين ثلاثة، يوم بكامل، مش غلط يعني. حطيه بالتلاجة طبعا بعديها، يعني صفيه حطيه بالتلاجة، فبكون بصير تشرب منه كل شوي. تركت على جنب، واول باول امسحي، خلي ايدك هيك يعني تعيش النظافة. بعدين اجى المساء، والله قلت ايش بدي اعمل لي نسكافيه هيك يروق مزاجي، يعني طبعا لسه الدنيا رطوبة يعني عندنا، والله نتمنى ان يسير الجو جميل. حطيت لونة، ممكن تحطوا حليب يعني، ونسكافيه. انا عادة بحب النسكافيه اكتر شوية، يعني بحب مرارة النسكافيه، يعني زي هيك بحبها. وجيت احط بالسكر، بس قلت هيك مليانة لقيت هالملعقة، فجبت ملعقة جديدة عشان ما يتوسخ السكر عندي. من مشروبكم المفضل شو بتحبوا يعني؟ والله انا بشربهم كلهم، كل اشي بشرب، اغلب الاشياء بشرب، زهورات بشرب، شاي بشرب، نسكافيه بشرب، كل اشي والله ما عندي، يا مرحمين عادي يعني، يعني الحمد لله نعمة وفضل من ربنا. هون بدوق النسكافيه اذا بحتاج اي اشي، قبل ما اروح واقعد قعدة محترمة هيك، خلاص جبت وخليني اهون بقعد على اشرب نسكافيه، وجبت لي شيبس وبقعد احضر مسلسلي او اليوتيوب تبعي وهيك شي. فبعد ما استرحت شوي هيك قلت لازم نعمل ايش، عجة نتعشى عشا، طبعا عجة كوسة. طيب زاكية سهلة، طبعا شاركتني فيها الوالدة لانه انا ما بعرف كتير اعملها، فاخذت النصائح منها. طيب هيك بتسلق الكوسة، وبنيجي بنجهز البصل والثوم. طيب وهنا بقطع البصل والبوق والثوم، بدي احكي لكم اشي، انه دايما يعني كتاب قرأته، اسم الكتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا، هذا اسم الكتاب، حلو. بقول لك الكتاب، لا تعطي شعور الحزن والضيق مساحة من يومك، ولا الأشخاص السيئين فرصة لسرقة فرحتك. يعني دايما انت اختاري من تقعدي مع مين، ودايما كوني مع من اللي بيحب تحبيه وبيخليكي سعيدة. يعني ابعدي عن الناس اللي بيشعروكي هيك، يعني بيقللوا من قيمتك او بيزعلوكي او بيضايقوكي، واعطي نفسك ذاتها بقول لك، ولا تضيعي طاقتك وجهدك في مراقبة الناس وتعرفي اخبارهم واحداثهم، مش محتاجة. ودايما انتي ركزي، تأملي هيك يعني خلقة ربنا وشو ربنا اعطاكي، واللحظة وانت بتشربي استمتعي، بقولك في هذه اللحظة اللي انتي بتشربي فيها، يعني فاهماني كتير. حاولي استشعري باللي عندك، بالنعم الموجودة عندك وغيرك مش موجود فيها. واذا انتي فرغتي كل طاقتك في استمتاع في اللحظة اللي انت قاعدة بتشربي فيها الفنجان القهوة، شرب المية، كيف تشربيها، تأمليها، حتحسي بالوقت.
نرجع يا الأكلة. قطعنا البصل والثوم والبصل الأخضر شوي بقدونس حطيت كمان، وبجهز أنا الطحين والبيض. حطيت 3 بيضات تقريبا، طبعا انتو كحسب الكمية يعني، فالكمية دي 4 أشخاص 5 أشخاص بتكفي يعني تقريبا. وبيكنج باودر، وهلا اجيت اطلع الطحين. هاي لاحظت حطيت كل المكونات قدامي وجهزتهم، وانا لسه بستنى الكوسة تستوي. قلت يلا من مرة هالتومات خليني ايش اعملهم كمان، اطحنهم يعني ايش اعملهم اهرسهم عادي يعني. دايما بتلخبط شوي بالكلام يعني، ما بعرف ليه، او بنسى البعض الكلمات بتروح من راسي والله ما انا عارفة. وبنهرس طبعا عشان انا ماسك الكاميرا، هلا بمسك هالكاميرا شوي فبطل اعرف اتحكم في اني امسك بالقوة، شايفة عشان بدي اثبت الكاميرا ولا اثبت ايدي، فلا وطبعا هو هذا لسه بستنى انا الكوسة تستوي. عندي انا عاملة عصير طبيعي دراق او خوخ كتير زاكي، حطيت له شوية سكر لانه ما كان كتير حلو، بس حطيت له شوية سكر وخلطتهم مع بعض مع شوية ماء حليب شوية ماء. وعندنا جبنة، عندنا تفاح كبير، كمية تفاح للعصير طبعا، لما بتكون تعملوا عصائر فالكميات بتنفع معكم. تغسلوا كويس التفاح، شفتوا هذه الإشارة اللي فيها التفاحات والفواكه بتكون بشيلها بغسلها. والله حلوين التفاحات، حطيته من جنب، بعدين قلت لا خليني احط الباقي في ايش في الثلاجة. وانا لسه بستنى الكوسة تستوي دايما شوفي اللي محتاجة تنطفيه يعني، ما انت هيك بتستني. فقلت يلا هيك بدي احط هالتفاحات، فجيت احط التفاح ولقيت شوي بالثلاجة بدها شوي تنظيف يعني، قلت يلا انظف من مرة، فنظفت الجرارين. يعني بتخلي ايدك دايما في المطبخ عندك يعني، ما بتحسي انه بغلبك الموضوع او اشي، لا، لانه ايش اول باول لما انت تراكمي الاشي بتحسي بغلبة ويا الله بتاكلي وبيكبر جهدك اما هيك خلص يعني، وانت بنفس اللحظة بتشتغلي. لقيتي مثلا فتحت التلاجة لقيتي اشي واقع واشي فتفيت، نطفيها حطيها زبطيها، ما بتحسي فبصير هيك بيتك دايما مرتب. انا طبعا جيت حطيت ما بعرف شو بتسموها انتو، بس هي خرقة. بعدين قلت لا طب ليه ما احط ايش تبعت الكرتونة التفاح، هيك خشب هذه كرتوني شوي تمتص اكتر، جبت التفاحات وصفتهم. طبعا يعني تعمل عصائرك في الطبيعية في البيت كتير زاكي. وقعدت اصفت فيهم، وكل بين طبقة وطبقة حطيت ايش اللي هم حاطينها، بس ايش بقصها على حسب حجم الجرار بحط شيء في هالتري، والله شكلها مرتب شايفين، ما بياخد معكم الموضوع وقت. وين رجعت لقيت الكوسة استوت، روحت انا صفيتها من المية وانا قطعتها يعني بايدي، وجبت الخلاط وحطيت كل المكونات فيها اللي هي البصل والبقدونس والتومة وكل اشي اللي كان انا قطعتهم حطيتهم في الخلاط. وجبت ماجي سخنت شوي مية ودوبت فيها الماجي وحطيتها برضو فوق الكوسة. وانتو ذوقوا الملح كل شوي، شايفة يعني العيش سهل كتير يعني. وهيها ما بديها كتير مرقة يعني، ما تخلوها مرقة كتير، بس مجرد انه يختلطوا مع بعض. جبت هيك اشي كبير ينحط فيها، مش تاخذي راحتك. شو الاكثر عجة بتحبوها؟ في عجة بطاطا والله زاكي برضو، عجة كوسة، عجة خضار، يعني كنا بحس العجة دايما زاكيا. وجبت 3 بيضات، ممكن تحطي اكثر بس انا حطيت بس 3 بيضات وبكفي. وعشان البيض شوي زنخ او له زفرة يعني، لا زنخ يعني اظن زفرة هي هذه،
حطيت شوية خل عشان تشيل الزفرة أو هي الزناخ تبعت البيض، وتحركوها كتير منيح. وبعدها حطيت فيها فلفل أسود وشوية ملح وكمون وكزبر شوي. وبتحركوا ومنحطهم فوق الخليط وحطيت ملعقة صغيرة بيكنج باودر وببدأ بعديها بحطه على الخليط وبعجن شوي شوي بالطحين. هاي حركت، بعدين هجيب اعجن شوي شوي بالطحين، يعني 3 ملاعق 4 ملاعق 5 ملاعق طحين تاخد معك، يعني انت بتشوفيها، يعني ما تكون مرقة كتير بس تكون تمسك شوي يعني. وحطيت فلفل عشان تطلع حارة، يعني حطيت فلفل اخضر بس نعمته، يعني حطيت هيك شوف قصيته مقص كده عشان يطلعوا نحاف كتير وناعمين. وبعدين هي ماما بتقولي حطي شوي فلفل احمر، حطيت وحطينا. شوف انا بنضف اول باول، بعرفش اشتغل والدنيا مقايمة قاعدة عندي، فخلصت الخطوة بروح بنضفها عشان هيك قدام المطبخ ضلوا شرح. وبعدين حطينا شوية زيت وبدنا نحميه بس يحمى شوي، بتروح بتضيفي بتحركيها بس عشان يدخل الزيت في كل مكان. هاي ايد امي الله يحفظها. وخلاص خليها لحتى تحمر، شايفين بدأ بس شوي تحمر بتقلبيها، يعني مش تروح تقلبيها على طول، لا خليها شوي تمسك شوي بعدين بتقلبيها. اي خلصناها، حسيت انه محتاجة شوية زيت عشان احط التانية فزدت شوي. وهكذا يعني بتعملي انت حسب انت شو عندك يعني. وبعدين انا بحب اكلها مع الكيتشا والمايونيز، فحطيت شوي على جنب صحن وحطيت فيه كيتشا ومايونيز. طبعا المايونيز اللي بستخدمه مش مايونيز العادي، يعني مايونيز بيكون مع الحار بيكون زاكي كتير قربوه. وهي هيك خلصنا العجة وصحتين، وهنا اتمنى تعجبكم يا ربي.